مرة جديدة ينتصر القضاء على من يحاول بكل الطرق القضاء على القضاء، خوفا وتخوفا من انكشاف الحقائق التي ستؤكد المؤكد، تورط حزب الله في تفجير مرفأ بيروت. فالحزب حاول وبشتى الوسائل قبع المحقق العدلي طارق البيطار، تارة بالتهديدات والتهويلات وطلبات كف يده، وتارة أخرى عبر تعطيل البلد، إما بالامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء أو من خلال إشعال نار الفتنة بين شعب الوطن الواحد. وصلونا للطابق السابع تحت الأرض من جهنم، وبعدهم لليوم مقاطعين، يعني ما بيشتغلوا ولا بيتركوا حدا يشتغل. إنما نجي نسقط قاضي بالشارع، لو عم سقط نظام بالشارع بيسموها ثورة، إنما هون بدي سقط قاضي بالشارع وبدي شل السلطة التنفيذية وأعمل هالمعادلة. رأس الرئيس طارق البيطار مقابل إعادة سير العمل بالسلطة التنفيذية اللي من شأنها أنه تهتم بأمور الناس، بعد ما انشافت هيك معادلة العهر أنه مش تحت الطاولة عم بتصير الشغل، عم بتصير علناً هالشغل. فالهيئة العامة لمحكمة التمييز ردت بالإجماع طلبات مخاصمة الدولة والقضاة المدعى عليهم في جريمة 4 آب، كما فرضت نفسها المرجع الصالح المختص بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كف يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع رد محكمة التمييز دعوى الارتياب المشروع المرفوع ضده. هالست قرارات اللي طلعوا مبارية كانوا وكأنه ست قضائي بوش من يعتبر أنه لبنان مزرعة، ومن يعتبر أنه بلبنان لازم تسود شريعة الغرب. إجاهم الجواب من القيمين على القضاء أنه فشرتوا، مش هيك بتتعاملوا مع قضاء مستقل. هذه القرارات أشعلت لهيب حزب الله، فما هي المتاهات القضائية السياسية الجديدة التي قد يدخلنا بها؟ شو ممكن يعملوا لوين يوصلوا؟ ما في أنا أتكهن، بدهم ظلم بالقضاء، وظلم بالقضاء ممنوع يكون آخر حجر بالدولة، لهيك بعد قايمة هي بوجود قضاء. هل سيقبل حزب الله بكل هذا؟ وكيف سيسيطر على غضبه من القضاء؟ الجواب قد تحمله إطلالة الأمين العام للحزب حسن نصر الله.